ارتفاع بعض اسعار المحروقات، كان في اتخاذ قرار سريع جدا بانشاء غرفه عمليات والتعامل مع الموقف على الفور. ده ليه مردود دايما بيبقى على المواطنين وعلى سائقي جميع المركبات الموجوده عندنا. طبعا المره دي كان في حاجه شيء جميل ومحمود من مجلس الوزراء، ان هو استعان بجهاز التعبئه العامه والاحصاء بحيث ان عمل دراسه جدوى مظبوطه بالطرق وبالمركبات ونوع المركبات وعدد الركاب الموجودين والاستقلال، وبحيث ان نحدد كل المسارات الموجوده تعريفه محدده تبقى في وحده فكر على مستوى الجمهوريه. اللي بيطبق في البحيره بيطبق عندي، بيطبق في بني سويف، بيطبق على مستوى الجمهوريه كلها. غرفه العمليات اللي انعقدت برئاسه السكرتير العام وانا كنت موجود معاهم وقائد المرور ومدير المرافق ورئيس هيئه نقابه السائقين كان موجودين معانا وقرينا التعريفه اللي موجوده واعلناها للمواطنين. ده تاني يوم الجمعه انا كنت موجود طبعا في الموقف، وكنا بدينا نغير بقى المواقف موجوده عندنا في لوحه اعلانيه موجوده بتبقى بنغيرها كل ما يحصل تغيير. لو كان حصل تغيير المره اللي فاتت غيرناها، المره دي حصل تغيير، بدانا الصبح الناس لقيت يوم الجمعه ان في تغيير موجود مع اضافه الاستيكر اللي هو موجود على كل السيارات. حصل التزام بالتعريفه ديت؟ ايوه. ليه؟ انا عاوز اقول ليه؟ ان دي فيها نوع من الشفافيه مع المواطن. نعم. احنا اتكلمنا معاه بنوع من الشفافيه، وهو عارف، السائق عارف، انا قاعد معاه وقاعد تاني قاعد معاه وقاعد معاه، استهلاك سيارتك كذا، اقسم الاستهلاك اللي موجود على عندك الكيلوات. على الكيلوات على عدد الركاب. مستقل المركبه اللي موجود يبقى على كل راكب راكب كذا. انا عاوز اقول حاجه، احنا عندنا مثلا في الغربيه كل الخطوط الغربيه عندنا الداخليه غالبيتها يا زادت 50 قرش يا زادت 25 قرش. لما تيجي تحسبها تحسبها بقى حساب دقيق، اي واحد من دول بيروح شغله كام؟ 20 يوم في الشهر. خميس جمعه وسبت اجازه. لما تيجي تحسبها طيب يبقى هيتكلف كام؟ هيتكلف لو هو 25 قرش زياده هيتكلف 10 جنيه في الشهر. طب 50 قرش وده اكبر خط هيتكلف كام؟ بس يا ريت ما 10 جنيه انا بتكلم على ميكروباص او على وسيله نقل. ما هي ال 10 جنيه في النقل و10 جنيه في الفاكهه و10 جنيه في الخضار و30 جنيه في اللحمه و15 جنيه قبل الزياده بتاعت البوتاجاز. الجهاز التعبئه العامه والاحصاء جاب من ضمن الكشوف دي جميع انواع سيارات النقل موجوده. ما سيادة المحافظ المفروض حضرتك بتتكلم على حاجه واحده. لكن المواطن بيتعامل مع مليون حاجه. ايوه طبعا. مش بيتعامل مع طبعا بيتعامل مع كل بتاع الخضار وبتاع الفاكهه بالظبط كده. فبقت الزياده على كل حاجه. طيب وده اللي هنتكلم. انا عاوز اقول بس الزياده اللي حصلت اتفضل، يعني على المواطن اللي بيتكلف 55 قرش 10 جنيه واللي اتكلفت 50 قرش جنيه 20 جنيه في الشهر. ايه تساوي ايه؟ طيب هروح للسيد محافظ بني سويف وبعدين اقول لحضرتك هتساوي ايه. نتكلم على بني سويف، واحده من المحافظات اللي هي المحافظات اللي نقدر نقول فقيره او فيها يعني طبقه كبيره جدا.